مرحبا بكم مع حكيمة بلاسيما. كيما راكو تشوفو حضرت هاد الخضرة ونقولكم هاد الخضرة علاش حضرتها. راني رايحة ندير الشوربة في الميسان وتجي تحبة بصل وحبة بطاطا وربع حبة تاع طوماطيش وزوج تاع القرعة. وراني رايحين نقطعو البصل هو الأولاني باش وتجي القدرة تاعي تاع الفخار. نقلي البصل تاعي في 3 مغارف الزيت وانا راني حندير مغرفة تاع القهوة تاع السمن. وهاد الشربة تاع اليوم انا حين نحضروها بلي كويس. وعندي حبة بطاطا وحبة قرعة وبلا ما نساو الحميصة. انا الحميصة تاعي ديما نشمخها ونقطروها، وبعد ما نقطروها نقدروا من داك نغلوها ونديروها يعني في المثلج. وعندنا الحشيش مقطفة وما ننساوش الكرافس. انا هنا الحشيش غسلته مليح. ما تنساوش رانا في الشتاء، ولات لنا الشتاء يعني يجي بزاف فيه التراب. نتاكد لي غسلته مليح ونديرو في الكسكاس يقطر. وما ننساوش يعني هذاك الكرافس. ودوك نبداو على بركه الله. انا هنا راني قطعت هذيك الطوماطيش وراني حنملحها وراني رايحه يعني نزيد ندير مع هذاك البصل. انا هنا قطعت الطوماطيش وراني حنملحها ورانا رايحين نديرو هذاك الدجاج يتقلى مع هذاك البصل. شوفوا راني حنبدا نزيد نرمي هذيك القرعه. شوفوا البنات ما على باليش ولا نتو ديروها. انا هنا شيت الكرافس باش ما يفسدليش. واش درت؟ غسلته مليح ودرته يعني في لي ساشي تاع كونجيلاسيون كي نسحق هكذا. كيما تعرفوا الكرافس نحضروا به بزاف حاجات. نقدروا نديروه بزاف في الحساء تاعنا، نديروه في العدس، انا نديرو ما في اللوبيا. ديما يعني باش ما يفسدنيش درته في الكونجيلاتور وكي نسحق نجبد. شوفوا درتو في الساشي، قلتلكم يعني نأكد لكم لازم تقطروه مليح باش ما يشدش الماء وتتحتفظوا به يعني مدة شوية ماشي طويلة بزاف. هذيك 15 يوم نقدروا يعني نتجبدوه ونخدمو. شوفوا الحبة تاع البطاطا راني رايحة نرميها هكذا في الشوربة تاعي، وبعد ما طيب يعني نحيها ونكراسيها. وهنا راني رايحة نملح هذيك الطوماطيش. هنا راني رايحة نزيد ندير هذيك الحميص. انا هنا راني وجدت مغرفة كبيرة تاع العكري ورأس الحانوت والقزبر وفلفل الكحل. وكاين بعض المشتركين يقولوا لي ما نديروش راس الحانوت في الشوربه. انا ننصحكم راس الحانوت غير ديروه، هو 7 حرور. نقول لكم لازم ديروه بنه كبيره كي تحضروا الشوربه تاعكم براس الحانوت. وراني حنستعمل غير هاد الحبه تاع الحار. ورانا رايحين نديروا القزبر تاعنا حشيش مقطفه. ونقول لكم يعني ندير حبه حار. علاش ندير حبه حار؟ على خاطر هاد الحار بزاف حار. هنا الطوماطيش درت 2 مغارف تاع لي طوماط وحليناهم في شويه ماء وشويه سكر. وراني رايحه نديرهم ونقولكم يعني نستعملوا 2 ولا شفنا الشوربه تاعنا ما جاتناش يعني شويه حمراء نقدروا نزيدو غير. هنا الطوماطيش تاعنا نقعدوا نعبصوا عليها وهي لا فابور هي اللي رايحه طيب لنا كاع هذيك الطوماطيش حتى نكملوها كامل. حنا هاديك الطوماطيش كاع يعني كراسيناها. نقولكم هاد الطوماطيش ماشي حمراء بزاف، لازم نزيدو المغرفة وحليناها في الماء باش تجينا الشوربة تاعنا مليحة. وانا هنا راني حندير الماء سخون باش نكمل نحبط هاديك الطوماطيش. حنا نحينا هاديك البطاطا ولي قلتلكم عليها وراني كراسي فيها باش نكمل نديرها في الشوربة. هنا رانا مزقنا الشوربة تاعنا باش رانا حين نديرو لها الفرميسان. ودرت انا هنا شوفوا حنا الكرافس رانا نحيناه ما يلزمش نديرو الفرميسان ونخلو بسم الله. كيما راكو تشوفوا راني رايحة نبدا نمرق. ندير البواني الاول ونزيد نعمر شوية البواني التاني ونحركو على القدرة تاعنا ونخلوها 5 دقائق ونطفو عليها. رانا حين نزيدو لها الحشيش مقطفة ونطفو عليها. وراني رايحة نوريلكم الشربة في صحن التقديم أو الطبق تاع الشربة اللي حضرتو معاكم. ونقولكم سنالو هادي كرشة تاع حشيش مقطفة والقارص ونوريلكم بسم الله يعني الشربة كيفاش جاتني. الله الله. ومع البرد يعني ننصحكم تحضروها العائلة تاعكم وإن شاء الله تديروا هاد الشربة تاع نهار اليوم. كيما أنا نهار اليوم خممت ندير الشربة مع راهي الشتا ولات. وإن شاء الله ديروها نتو تاني وتاكلوها بالصحة. وما بقى لي غير نقولكم في أمان الله.